ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: سلفيون وأشعريون وماتريديون. هذا خطأ. وكيف يكون الجميع أهل السنة ومختلفون؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكونون أهل السنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين فنعم، وإلا فلا بد وإلا فلا شك أن أحدهم هو فضله. فمن هو؟ الأشعرية، الماتريدية، السلفية؟ نشوف من وافق السنة فهو صاحب، ومن خالف السنة فليس صاحبا. واضح؟ فنحن نقول السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يسقط الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر بمعانيه. فلننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل السنة؟ لا يمكن. وكيف يمكن أن نقول هؤلاء ثلاث طوائف مختلفة؟ نقول هم مجتمعون. أين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة إذن هم السلف، السلف زمنا أو السلف معتقدا؟ السلف معتقدا، حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإنه سلف، فإنه سلف. إذن من أهل السنة والجماعة؟ أنا بيجيب وخطئوني أو صوّدوني. أهل السنة والجماعة السلفيون والأشعريون والماتريديون. خطأ؟ طيب، أهل السنة والجماعة السلفيون. صح، سلفيون. طيب، إذن أهل السنة بعد. أهل السنة والجماعة هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط، ومن خالفهم